أقرأ كده من يومين عن قصة أحد الزملاء كتبها على صفحة من صفحات السوشيال ميديا. والحقيقة القصة هي قصة إنسانية بشكل كبير، بيتكلم على أنه بيسافر كل ويك أند، يعني كل نهاية أسبوع بيروح الساحل الشمالي، وفي المكان اللي هو ساكن فيه يبدو بالقرب منه في بيت. في البيت ده كان بيسمع أصوات حد بيصرخ، حد بيعيط. واضح أن الأصوات مش أصوات لطفل أو أطفال، أصوات حد صوته كبير، يعني مسن تعبان. فهو بدأ يسأل مين اللي موجود في المكان اللي جنبه، الشاليه اللي جنبه. فتبين له أن في راجل كبير ومعاه مساعد. فسكت. الأسبوع اللي بعده سمع نفس الصوت، الأسبوع اللي يليه سمع نفس الصوت لكن بشكل مستمر. قرر أن هو لازم يعرف إيه اللي بيحصل في الشاليه اللي جنبه، فحاول هو يسجل الصوت ده علشان هو حس ان في حاجه مش طبيعيه، وسجل المحادثات دي لانها يعني وهو واقف في بيته او في جنينه بيته وسمع كل الاصوات. وبعد ما سجلها بعت اللي سجله ده لاصحاب البيت، فاتضح ان ده راجل مسن وان اولاده سايبين معاه راجل بيساعده. واضح ان الراجل اللي بيساعده ده راجل غير امين بالمره، والراجل المسن يبدو انه عنده حاله بقى من حالات الشيخوخه او الالزهايمر، فبالتالي يبدو انه التاني مش مستحمل اللي بيساعده فبيأذيه او بيعذبه. طبعا هو وولاده بسرعه اتصرفوا، وبسرعه هذا الشخص تم احالته الى يعني بمحضر الى الشرطه عشان يتخذوا الاجراءات. الموضوع هنا بيقف عند انه طبعا في شخص نبيل فضل ورا الموضوع علشان يساعد المسن ده، ولكن هي فكرة المسن، فكرة أهالينا المسنين، الأب الأم أيا كان المسن هو مين، إحنا محتاجين بجد ننتبه انتباه كبير جدا. البر بيهم مش بس إن أنا أجيب مساعد برقم أو بفلوس وأحط يعني أهلي في مكان وخلاص، لا، البر إن أنا كمان أخد بالي. الناس الكبيرة في السن دي زي ما محتاجين مساعدتنا محتاجين اهتمام، محتاجين طبطبة. كتير بتسمع في صفحات وكتير بتسمع على السوشيال ميديا في صفحات الحوادث في الصحافة، بتسمع على إنه مسن توفى بعد 3 أيام لأنه لم يسأل عنه أحد واكتشفه بعدها ب4 أيام. قصص مؤلمة توجع القلب وتخليك أنت طول الوقت البركة في السؤال عليهم، البركة في البركة من إجابتهم. والله يا ابني أنا كويس، تسلم لي، ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا، لا بطمن عليك، لا أنا الحمد لله. ولو كان المسن في حالة صحية ما بيعرفش يعني يقول عن اللي جواه، فلازم يبقى الانتباه أكبر، لأن زي ما هم ربونا وزي ما قدموا لنا خير كتير، زي ما احنا كمان لازم نهتم بيهم. دي من الموضوعات اللي يمكن مشاكل كبيرة جدا في البيوت، مسنين ونعمل معاهم إيه؟ صدقوني بنتعذب أحيانا، بيكبروا وبيبقى في مشكلة، بس صدقوني زي ما تعبوا معانا لازم يكون ده دورنا، واحنا اكيد علينا دور. ربنا بيختارك احيانا عشان تكمل الدور ايا كان. يا رب يعفي عن اهالينا ويفضلوا طول الوقت تحت عينينا، ونقدر نقدم لهم ايد العون دايما والطبطبة اللي هي يا رب تكونوا راضين علينا. دي حاجة مهمة حبيت أبدأ بيها لأن حسيتها بقت كتيرة حوالينا ولازم طول الوقت نتكلم فيها مع بعض بصوت عالي. تعالوا نبدأ أخبارنا. في الخبر الأول هنا، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي. التقى السيد الرئيس مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية. كما شدد الرئيس خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار. طبعا ده احنا عارفين، طبعا ده خبر مهم جدا، وبنتمنى التوفيق ان شاء الله للبنك المركزي وللقيادة الجديدة، وانه نقدر كمان في ظل الأزمات العالمية اللي موجودة نقدر ان احنا نقدم ونقدر نتقدم ونحاول ان احنا نحافظ على اقتصاد بلدنا ونزود الموارد اللي تقدر تدخل علينا ايضا العملة الصعبة، وأيضا نستثمر أكثر ويكون في استثمارات أجنبية نقدر نحافظ عليها ونزيد منها. أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، شوفوا الخبر ده كده نتابعه مع بعض، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني إبريل يونيو لعام 2022، حيث تناول التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين، وهي نشاط الزراعة واستغلال الغابات
وأيضا تحول إليه 259 ألف مشتغل، زيادة عن الربع السابق، يعني في ناس زادت أكتر وبقى في إقبال أكتر. نشاط النقل والتخزين وهو أيضا برقم 148 ألف مشتغل، زيادة عن الربع السابق. نشاط الصناعات التحويلية وتحول إليه 70 ألف مشتغل، بزيادة عن الربع السابق. فطبعا دي كلها أرقام، والأرقام ليها دلالات. يا ترى هذه الأرقام بتاخدنا لإيه؟ الأرقام بتاخدنا إلى أن احنا نتقدم، بأنه في حركة. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل. خبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور. يعني يمكن من الكلام اللي احنا سمعناه ده عن هذا التقرير برضو اطلعنا عليه وقلنا نسبة الزيادات عن الربع السابق، هل هي زيادات إيجابية؟ طبعا بكل تأكيد. خلينا نقول طبعا رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، الدولة المصرية يا فندم بتكافح لخلق فرص عمل. تمام. والحمد لله نتيجتها واضحة بالأرقام، ان في زيادة في بعض من الأنشطة داخل الاقتصاد المصري بتزيد في كل ربع. الربع ده يعني كل 3 أشهر الدولة بتقيسه وبتعلنه للناس للعامة. تمام. وطبعا بنشوف ان في زيادة ملحوظة في نشاط الزراعة. نشاط الزراعة فندم ده الحمد لله الفضل لربنا ثم للقيادة السياسية، لما ابتدت تحافظ على الرقعة الزراعية وابتدت تخلق فرص عمل بزيادة الزراعة والصوب الزراعية والنشاط للزراعة، ابتدى يكون في توجه من أهالينا كلنا واليد العاملة إنها تتجه لزيادة الزراعة. تمام. الرقم يا فندم خيالي، ده مش إلي تقريبا، أنا هقرب الرقم بعد إذن حضرتك، هنقول 260 ألف فرصة عمل زيادة في 3 شهور. ده بالنسبة لنا إنجاز. ليه؟ لأن إحنا الحمد لله سوق العمل لما بينفتح في الزراعة بيشغل وراه عدد من القطاعات زي قطاع للأسمدة للنقل، طبعا دي كلها أسر منتجة بتبتدي تتوسع في حركة الزراعة. بنرجع لاقتصادنا الأساسي. الرقم الثاني وسائل النقل، تقريبا 148 ألف واحد زيادة، ده رقم برضو مش قليل عشان الناس ما تقولش طب إيه يعني ده أرقام. لا، الأرقام دي كبيرة جدا لما يكونوا في 3 أشهر الدولة بتحاول تخلق فرص عمل، زيادة في الإنتاجية، زيادة في الأمان لوسائل النقل. أعتقد ده نجاح كبير الحمد لله يعني. ويمكن كمان خلينا نضيف عند النقل تحديدا أن بقى عندك وسائل مواصلات حديثة، يعني التطوير في شبكة النقل أيضا، وسائل المواصلات الجديدة اللي بتدخل الخدمة كل فترة برضو بتفتح نسبة كبيرة للعمل، يعني بتقلل البطالة بتفتح نسبة أكبر للعمل. خلينا نقول يا فندم نشاط النقل الحمد لله ملحوظ، الفريق كامل الوزيري بيقوم بمجهود كبير جدا في زيادة الشرايين للدولة المصرية بالتوسع، سواء في الطرق، سواء في المواني، سواء في وسائل النقل الحديثة، سواء في النهاردة حركة النقل والأنفاق. كل ده النهاردة فندم بيدي أريحية للمجتمع المصري، بيحسن من زيادة الإنتاج. ما هو حضرتك الوقت ده إنتاج طبعًا. كل ما بنوسع طبعًا الطرق النهارده ده، فبيقلل من مسافه الوقت اللي احنا بنتخذها، بيقلل من الهدر في المنتجات البتروليه، بيزود من ساعات العمل، يعني زي ما بيقول كده بنوصل بافضليه في زياده الموارد للدوله وللاسر طبعا، والاعمال التشغيليه اللي احنا بنتكلم عنها. الرقم الاخير اللي حضرتك تفضلتي بيه 70 ألف وظيفه فندم في الصناعه. الرقم ده 70 ألف وظيفة، يعني لو قلنا بمنتهى البساطة أنا بدي تقريبي، في عندنا مصنع بياخد 1000 عامل، يعني فتحنا 70 مصنع جداد بينتجوا. طبعا أنا رقم ده مبالغ فيه، يكون في مصنع، في مصانع فيها 200، في مصانع فيها 50، في مصانع فيها أكتر من آلاف. ده طبعًا. كل فندم يعني كمان خلينا برضو يعني دكتور مصطفى، الكلام اللي احنا بنقوله لما يكون عندك هذه الزياده في هذا الربع السنوي، هي بتؤكد ان انت حركه العمل وحركه الاقتصاد ماشيه في مؤشر معقول ومتقدم بالنسبه للازمات العالميه. يعني برضو على الجانب الاخر احنا بنشوف الازمات العالميه في بطاله، في افلاس، في تقليص، في مشاكل كبيره جدا يعني. طبعا ما احنا مش بعاد عن العالم يا فندم. وخلينا طبعا نقول الدور اللي احنا بنقوم بيه دايما ان احنا نوعي الناس. الدولة بتقوم بمجهود،
يبقى في دور على المجتمع كمان ان احنا نبحث عن مجهود، يعني ما تجيش كل واحد يقول لك اصل انا عايز اتعين بشهادتي. الدوله بتخلق فرص عمل النهارده في مساحات من التشغيل اللي هو للقطاع الخاص، فبتحاول تهيئ لك، مش هقول لك ان هي بتهيئ لك 100%، ولكن بتديك الرؤيه الواضحه امامك ان فرصه العمل ممكن تكون موجوده النهارده في الصناعه او في التجاره او في النقل او في المواصلات. مظبوط. السياسه دي يا فندم النهارده الحمد لله كلها بتصب في صالح الاقتصاد اللي مربوط طبعا بالاقتصاد العالمي. اتفضلي يا فندم. اكيد. انا عايزه برضو يعني وجود حضرتك معانا واحنا بنتابع ايضا خبر البنك المركزي ووجود قائم بالاعمال، فعايزين برضو نعرف، والنهارده كان في اجتماع مهم للسياسه الماليه النقديه، فبرضو اطلعنا على الاخبار، يعني تم في هذا الاجتماع اليوم بانه ما فيش يعني الحال كما هو عليه وما فيش اي زياده. برضو اطلعنا على أهمية محافظ البنك المركزي ودور محافظ البنك المركزي. طب خلينا الأول اسمحي لي من منبر حضرتك الكريم، ويعني خلينا نقول من القناة الأولى بنحيي ونهنئ الأستاذ حسن عبد الله، ده راجل مصرفي كبير جدا، خبرة كبيرة، وانتقاء يا فندم النهارده في ظل الأحداث العالمية، خاصة إن هو بيقوم بدور في غاية الأهمية في الاقتصاد هي السياسة النقدية، والبنك المركزي النهارده بيكافح فعلا ان ازاي يزود ويعمل قيمه مضافه للاقتصاد. تكليفه من فخامه الرئيس النهارده ب يعني متابعه السياسه النقديه يعني خلال الفتره القادمه، طبعا في تحديات، في ملفات كتير، في عدد من القضايا اعتقد المجتمع ورجال الاعمال في انتظارها. اول قرار النهارده اتخذه محافظ البنك المركزي بعد تكليفه تقريبا في حدود 4 ساعات تثبيت سعر الفايده. ده تمام. في غايه الاهميه برضو بنقرب للناس، يعني ايه؟ يعني الاقتصاد عندنا الحمد لله في الفتره الراهنه يا فندم مستقر. تمام. انا هنا بس يهمني كمان ان المشاهد كمان يعرف ما هو دور محافظ البنك المركزي، يعني ما هو دوره في قياده البنك المركزي، وما هو دوره ايضا في مساله انه يبقى عندك موارد كثيرة تقدر ان انت يعني تحافظ بيها على الاقتصاد، ويبقى عندك استثمارات كثيرة، ويبقى في عملة كمان تدخل الى البلد. خلينا نقول يا فندم ان الاقتصاد ليه جناحين مهمين قوي. الجناح الاولاني اللي هو السياسة النقدية اللي بيقوم بيها السيد حسن عبد الله اللي هو مكلف او قائم باعمال محافظ البنك المركزي او تمام. البنك المركزي، والجناح الاخر اللي هو السياسة المالية وبيقوم بيها السيد وزير المالية اللي هو يعني وزارة المالية الدكتور محمد معيط. محافظ البنك المركزي يا فندم هو المشرف على كل البنوك داخل مصر، هو المكلف بتحديد اسعار الفايده، هو المكلف بتامين الاوضاع السياسه النقديه داخل مصر، هو اللي بيؤمن كل اموال المصريين في الجهاز المصرفي، بيحدد اسعار الفايده، بيحدد قيمه العمله والاحتياطي النقدي الاجنبي بمقاييس، يعني الاحتياطي اكيد حضرتك تعلمي جيدا بيبقى عباره عن سله من العملات وسلة أيضا من الأصول سواء الخارجية أو الداخلية. كمان بيشرف على أوضاع السياسة النقدية وتكلفات مع تعاملنا مع الجهات الخارجية البنوك والتعاملات في حركة التصدير والاستيراد وكيفية التشغيل. علشان كده النهاردة بعد لقاء الأستاذ حسن عبد الله مع فخامة الرئيس خرج قابل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة علشان يكون في تنسيق. البنك المركزي يا فندم وفق الدستور قياده مستقله، ده طبعا. راجل بيرسم سياسه غير قابله للتغيير، بيضع رؤيه للدوله المصريه خلال فتره معينه، بيقيس قد ايه اداء التشغيل وبيحاول يشجع الصناعه، بيعمل عدد من المبادرات ازاي يحفز الصناعه والتجاره والسياحه وايضا وسائل الهيكله الاقتصاديه داخل مصر. ليه دور مهم في التعاون أكيد. مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك العالمية. أعتقد القيادة السياسية أحسنت في اختيار الأستاذ حسن. ليه؟ لأنه هو مصرفي أيضا مثله مثل الأستاذ طارق عامر. بنتمنى طبعا الأستاذ طارق عامر حياة سعيدة وشغل جديد، وطبعا هو مستشار لفخامة الرئيس، ولكن القضية النهاردة إزاي نواجه التحديات العالمية يا فندم.
احنا أكيد. نعلم جيدا ان يعني احنا كمان في مصر في فترة لابد ان احنا كل فترة لازم يكون لكل مقام مقال، يعني كل حد يقدر في هذه الفترة يقود شوية من السفينة لبر الأمان زي ما بيقول. فأعتقد ان احنا هنبقى مطالبين طول الوقت للتجديد والتغيير علشان نقدر يعني نمشي في نفس الاتجاه اللي مصر بتتقدم فيه دائما. الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم كده سمعتوا برضو يعني قيادة جديدة في البنك المركزي، نتمنى ليه التوفيق القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وده كمان بيخلينا نطمئن بأنه القيادة السياسية دايما عليها عين بتتابع كل المواقع اللي تقدر تحط الاقتصاد المصري في منطقة آمنة قدر الاستطاعة، لأنه الأزمات العالمية كبيرة ونتابع دول كبيرة، تضخم في دول كبيرة عظيمة، دول اقتصادها كبير يعني دول مسنودة بشكل كبير. فطبعا أنت طول الوقت لازم القيادة السياسية عينها على كل مفاصل البلد، قد ما نقدر نتقدم ونتحسن ونعمل تطوير، وفي نفس الوقت يبقى في توازن ما بين الحياة اللي موجودة في مصر، ما بين الموازنة الحياتية لحياة المواطن كل يوم. أعتقد ده دور القيادة السياسية اللي بتحاول طول الوقت إن هي عينها على البلد، عينها عن المواطن، وعينها على تقدم مصر طول الوقت. طيب تعالوا نروح كده لتقرير. في التقرير ده يعني هنواصل كده، هنروح معاكم محافظة الفيوم. تقرير الحقيقة أنا عاجبني قوي عنوانه، اسمه مبادرة أنت الحياة، بتقدمها طبعا حياة كريمة. وأنت الحياة دي يعني معناها أن أنت كل حاجة، أنت ليك يعني وجود في الحياة. هي الحقيقة يعني مبادرة تفاعلية جدا وتوعوية، وبتقدم أنشطة كتيرة جدا، والأنشطة دي لمدة 6 أيام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات. وهنا يعني بفرض إن هم يبقى في توعية للإنسان، هي فكرة إنه حياة كريمة لا تهتم فقط بالجدران وسقف هيقع وأرض، لكن تهتم بالإنسان. الإنسان إزاي يكون عنده زيادة في الوعي، إزاي يقدر يعني يستوعب ما يدور حواليه، إزاي أقدر كمان أديله نوع من أنواع التنمية، أديله نوع من أنواع الثقافة، أديله نوع من أنواع حتى الثقافة الحياتية، يعني يبقى عارف، يبقى عنده إدراك بما يجري من حوله، بالذات البسطاء، يعني بسطاء العلم، وأيضا نساعدهم قد ما يقدروا علشان زي ما أنت كمان بتكرمه في بيت كريم، لكن كمان تحاول تساعده بأشياء كثيرة جدا، بيساعده كمان الأطفال يعيشوا في بيئة طبيعية ويلعبوا ويبقى حاسس أنه طفل طبيعي. فأعتقد ده شيء مهم جدا، أنت الحياة هي للمواطن الكريم في حياة كريمة. تقرير ونعود ونواصل معكم لقائنا في 9.
ندوات تثقيفية للأطفال لتعزيز الجانب الإيجابي. بتقدم كمان القافلة بتقدم أو المبادرة بتقدم القافلة الطبية، تمام، فيها أكتر من تخصص، فيها تطعيم كورونا، فيها مبادرات وزارة الصحة زي الاعتلال الكلوي، الكشف عن الأمراض المزمنة. أنا مشارك في المبادرة التطوع، يعني إن احنا نخدم أهل البلد ونخدم مركز إقصى، وطبعا بنحاول ان احنا نفي بنصرف لهم علاج كمان، بنكشف والعلاج مجاني، بحاول يعني ان احنا ايه نغطي كل التخصصات، مش بطنه بس، بطنه واطفال ونساء، وبقدر الامكان في معمل بيحلل جميع التحاليل، تمام. والمبادره مدتها تقريبا 10 ايام. احنا هنا يا فندم في مجموعه من الحدث عظيم جدا، وخدمات متوفره للناس، من قافله طبيه، من استخراج رقم قومي، من عمل ندوات، من ملتقى توظيفي، من تدريب للشباب الاولاد، تمام. وطبعا شغالين كده على مدار من يوم 15 تمام ليوم 20. استفادوا حضرتك من توعيه، تمام، من استخراج رقم قومي، من علاج مجانا، من كشف مجانا، تمام، من بعض الهدايا وبعض الجوائز طبعا انا اوفرها لهم، تمام، من كم حاجه كده يعني بيخرجوا باستفاده في خلال اخر اليوم. احنا هنا في نادي مركز شباب الهانه محافظه الفيوم. هنا قبل حياه كريمه النادي كان بايظ خالص، طبعا صراحه حياه كريمه عملت السور بتاع الملعب، المبنى طورت صراحه، يعني الملعب اللي جينا كانت بايظه برضه غيرتها، جدت عملت يعني نقله شامله كامله لمركز الشباب، يعني جعلته مركز شباب متطور صراحه. الاطفال بنعتمد على المواهب اللي هي مدفونه داخل الكره، ماشي، فمع برنامج حياه كريمه ومبادره انت الحياه، ماشي، بننمي المهارات وبنشوف الناس الكويسه وبنقدر ان احنا ندخلهم انديه او نوديهم من خلال الملعب اللي في الكره اللي يعتبر مش متشافه للانديه الكبيره، فاحنا بنشتغل مع الاطفال دي وبنشوفه اللي كويس بنودي نادي. وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. يا سلام، لما كنا نسمع هذه العظمة سيدة أم كلثوم وهي تغني نحس إن هذه الكلمات تليق باسم أم كلثوم. أم كلثوم رحلة من العطاء طويلة، يعني لم تصعد أم كلثوم السلم سريعا، يعني بدأت من الإنشاد إلى أن أصبحت سيدة أو كوكب الشرق أم كلثوم، رحلة طويلة جدا، سيدة الغناء العربي. في الغناء الكل يعرفها، كلنا نعرف أم كلثوم، ولكن لأم كلثوم الإنسانة وجه آخر. رصدها كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي، الكتاب اختص بهذا الموضوع للكاتب كريم جمال، واللي أظهر فيه بين سطور طبعا الكتاب السيرة الموازية للسيرة الوطنية اللي جعلت السيدة أم كلثوم في الوعي الشعبي. بمعنى إيه؟ بمعنى قربها من الشعب، حبها لوطنها، تضحياتها، إحساسها بأنها لها دور مع الشعب ومع الوطن في أزماته، وده اللي خلاها دائما طول الوقت بمثابة هرم من أهرامات القومية المصرية. وقدرت السيدة أم كلثوم أن تجند سلاحها، سلاح الفن الخاص بها، صوتها، لتبرزه وتبرز وجودها طول الوقت في ساحة المعركة كرمز للإرادة المصرية. الصور اللي انتوا شايفينها صور من الكتاب، والكتاب يمكن اختص هذا الموضوع أم كلثوم والمجهود الحربي، وده بين قوسين يجاوب عن حاجات كتير، يجاوب عن دور الفنان، عن قوته، عن إدارته لحياته، وإزاي يقدر يكون واقف بسلاح الصوت أو سلاح الفن جنب وطنه وجنب شعبه. خلينا ناخد المداخلة للكاتب، كاتب هذا الكتاب، الأستاذ كريم جمال. مساء الخير أستاذ كريم. مساء
مساء النور، وسعيد جدا 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 بالمداخله فعلا فندم. والله شكرا أكيد جدا. اكيد والله انا سعيده جدا لهذا الكتاب، ولكن يعني ليه اختصيت انت هذه مش عايزه اقول الحقبه ولا المرحله، ولكن هذا الجزء من العطاء اللي قدمته ام كلثوم لمصر؟ الحقيقه انا يعني عاشق لام كلثوم البدايه، يعني اول الصبا يعني، وانا عاشق لام كلثوم، وكنت دايما لما اقرا عن تاريخ ام كلثوم وسيرتها الذاتيه كنت دايما بقف عند مرحله ما بعد النكسه، لاني كنت مدرك ان هي سنين فاصله حياتها، سنين كانت فيها ام كلثوم بتخطو نحو 70 من عمرها، وكانت يعني بين قوسين يعني عندها امراض شيخوخه كتير، امراض مزمنه كمان يعني، ورغم كده كانت الهزيمه حركت فيها روح الشباب، خلتها اكثر رغبه في ان هي تقف مع البلد ديت بحنتها وتتجاوز مع البلد الازمه ديت من خلال صوتها، من خلال السلطه الشعبويه اللي تملكها مع الجماهير. فوقفت كده وحاولت ان انا ابحث شويه في التفاصيل ديت من خلال الصحف والجرايد اللي كانت مغطيه كافه تحرك ام كلثوم سواء داخل مصر او حتى خارج مصر. فوجدت كينج بصراحة، يعني وجدت إن هي كم المحبة وكم العطاء اللي تم منحه من أم كلثوم لأمتها وشعبها في فترة قاسية جدا كان كبير جدا جدا. يعني خلينا يعني نرتب كده زي ما الكتاب، يعني هل انت رصدت المرحله اللي هي طبعا يعني وقت الستينات وقبل قبل طبعا الهزيمه في 67 وبعد الهزيمه كمان، ازاي سيده ام كلثوم قدرت ان هي تتجول طول الوقت ما بين مصر، قول لنا كده المراحل، وايضا في العالم العربي وايضا في اوروبا؟ الحقيقه انه كان بادئ بما قبل الهزيمه بشهر، يعني بادئ في مايو 67، وكنت حاولت برضه ان انا يعني امر بمراحل ام كلثوم نفسها مع الهزيمه، يعني هي ازاي كانت عايشه مرحله ما قبل الهزيمه، لكن فيها امال كبيره جدا ب يعني محاربه اسرائيل والقضاء عليها، ثم الياس اللي حصل لمده ايام لكل المصريين واللي يعني اصاب كل الفنانين وكل المصريين، ثم مرحله البعث والصعود لتقاطي الهزيمه. فشفت ان هي في البدايه تماما ان هي كانت يعني بتمر بينها وبين نفسها بمحاورات، يعني حتى كتبت مقال مهم جدا في اول ذكرى لعبد الناصر في الهلال المصريه، وكانت بتقول فيها ان هي قعدت فتره يعني في البدروم عندها في الفيلا، وفي سؤال ذاتي، هل انا دوري يعني هيكون مقتصر على ان انا اقعد في ياس وهزيمه نفسيه، ولا دوري ان انا اقف مع بلدي في محنتها؟ وبالتالي بقى يعني ساعد في كل الطرق، ان هي اولا يعني تشكل جبهات نسائيه داخل مصر تجمع من خلالها الذهب من النساء المصريات، وتعيد تاني ليهم الثقه في جيشنا العظيم، وتعيد تاني الروح المعنويه اللي كانت موجوده قبل الهزيمه، وكمان تسافر بره بقى مصر بقى، يعني تروح ليبيا وتونس والمغرب والسودان والكويت وغيره وحتى باريس كمان يعني، وهناك تقدم تقول ان احنا لسه احياء ولم نهزم هزيمه نفسيه، وكمان تجمع اموال عشان خاطر المدير الحربي، وكمان تصالح الشعوب العربيه اللي كانت فيها يعني خصام مع النظام المصري قبل الهزيمه. اكيد انا كمان كنت يعني شايفه بانه دور السيده ام كلثوم كان دور باعث للامل، يعني صحيح. فكره ان النجم لما يبقى بهذه القيمة ويبقى يعني طول الوقت باعث للأمل وبيحاول بسلاح صوته وفنه إنه يعني يبقى كمان في وسط المواطنين وفي وسط الناس، يعني في إحياء للأمل بإن إحنا نقدر، وإن إحنا الإرادة المصرية تستطيع إن هي تقوم من أي هزيمة. دي حقيقة، يعني الصحف الفرنسية بعد حفلة باريس قعدت شهرين تتكلم على القضية المصرية بسبب أم كلثوم، يعني كان يعني قدر الاهتمام اللي شافته ام كلثوم في باريس مثلا
من الرئيس ديفول نفسه من الثقافه الفرنسيه كان عميق جدا جدا، وخلى الغرب لاول مره يسمع من الشرق قضيته. يعني الناس عارفه ان رايحين يسمعوا ام كلثوم في باريس، مش بس عشان خاطر ان هي هتغني عشان خاطر تجمع اموال، لا، رايحين عشان خاطر انها ترفع راسهم تاني في مجتمع كان حاسين فيه بالهزيمه النفسيه الكبيره بعد النكسه. حقيقي، وهي طول الوقت كمان يعني رسالة الفن اللي قدمتها السيدة أم كلثوم، مش بس لوحدها، الشعراء اللي معاها، الملحنين، العازفين، وحالة الغناء الراقية الرائعة، واللي هي فكرة بأنه رغم ما تعانيه من مصر ولكن الفن قائم والمواطن يعيش ويتنفس فنا. يعني دي وده على فكره كمان اللي ترجم كمان المشهد المهيب بتاع الجنازه الخاصه بام كلثوم. طبعا لانه الملايين اللي خرجوا في توديعها دول ما كانوش خارجين فقط لتوديع مطربه عظيمه يعني اثرت البلدان العربي على مدار نص قرن، لا، هم كانوا بيودعوا رمز قومي وقف مع بلدهم ومحنتهم وطبطب على اهل مصر بعد الهزيمه. يعني مثلا موقف ام كلثوم من المهجرين اللي هجروا من مدن القناه بعد 67 كان موقف ده اكتشاف ليا بصراحه كبير جدا، لانه هي يعني عملت على توفير حياه كريمه لاهل القناه اللي هجروا من مدنهم. صحيح. بكل الطرق، سواء بملابس شتويه، سواء بتوفير فرص عمل مناسبه ليهم، سواء ان هي يعني ترعى الايتام منهم وترعى البنات المجاورين من المهجرين وتجيب لهم مكان خياطه تشغلهم، فكانت يعني عباره عن كتيبه متحركه رغم انها كانت ساعتها في السبعين سنه، يعني فدي كانت امراه صراحه. أكيد، يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله كله أجمل من بعضه، وأنا بعتقد أنه احترام الفنان كمان لفنه ورسالته بيخلي كمان أي مواطن وأن الشعب يقدر ما يقدمه، لأنه يعني تحرك السيدة أم كلثوم في هذا التوقيت وهي تحمل سلاح الفن وهي قيمة وقامة كان أيضا ليه الأثر. فإذا الفنان كلما احترم فنه واحترم قيمة الفن وقدمه بشكل كده يليق بمصر، هتلاقي إن أي رسالة بيقدمها هتوصل على طول لأي مواطن، وده اللي بيخلي في خلود. يعني هي حتى الآن خالدة في الذاكرة العربية وبسبب ما قدمته من سواء من فن عظيم أو حتى من مجهود وطني وسياسي واجتماعي كبير. أكيد، أنا بشكرك جدا، وهذا الكتاب الجميل أكيد هيعجب الناس لما يقروه، وهو كتاب يليق بالسيدة أم كلثوم والمجهود الحربي اللي قدمته فعلا لمصر. الكاتب كريم جمال، بشكرك شكرا جزيلا. وقف الخلق ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي، يعني هي رسالة السيدة أم كلثوم بقوة فنها وقوة مشوارها. تعالوا بقى نروح لأخبارنا الحياتية. طبعا كلنا لسه كنت بتكلم مع الزملاء هنا في التاسعة عن الجو، الطقس، حالة الطقس طبعا، ولو ان برضو علشان نبقى منصفين يعني الدنيا حر وده العادي في شهر 8، ولكن برضو معقول، يعني حتى اللحظة معقول مقبول، لكن يبدو ان المقبول هيتحول الى حرارة. هيئة الأرصاد الجوية بتقول انه بدءا من غد الجمعة إن شاء الله غدا ولمدة أسبوع ستسود أجواء شديدة الحرارة مصاحبة بارتفاع نسبة الرطوبة على جميع المناطق فيما عدا السواحل الشمالية. يعني الساحل الشمالي ومن هو بالقرب من البحر هيكون الجو ألطف يعني وأحسن. يعني أضافت كمان الهيئة أن القاهرة ستشهد ارتفاعا في درجة الحرارة وقد تصل إلى 40 درجة مئوية. طبعا لما تبقى القاهرة 40 درجة مئوية يبقى لازم نطمن ونعرف يعني في موجة حر وهيبقى شكلها عامل ازاي والرطوبة عامل ازاي والأماكن ايه. دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مساء الخير دكتورة منار. مساء الخير على حضرتك أستاذة شفقي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. طبعا أنا دايما أتمنى أكلمك وتبقى درجة الحرارة مثلا حاجة و30 حاجة و20 نبقى بنتكلم في حاجات لطيفة، لكن درجة الحرارة 40 قولي لنا ايه اللي هيحصل بالظبط. بالفعل يمكن احنا بنشهد ارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة على مدار اليوم كله، وده هو اللي بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي. نسب الرطوبة بتتجاوز 90% و95% على المناطق الساحلية، ده المناطق المطلة على البحر المتوسط، ايضا بتتجاوز 85% على القاهرة الكبرى، فده بيزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحرارة بحوالي من درجتين لاربع درجات باختلاف طبعا نسب الرطوبة من منطقة لمنطقة. احنا خلال
الايام الماضيه الى اليوم كنا بنسجل درجات حراره على القاهره الكبرى ما بين ال 33 وال 34 درجه مئويه. صحيح. لكن متوقع من غدا الجمعه ان شاء الله وعلى مدار الاسبوع المقبل كله يكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجه الى درجتين، يعني متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه، ودي تعتبر درجه الحراره المقاسه في الظل، المحسوسه اللي احنا هنحسها طبعا هتبقى ما بين ال 39 وال 40 درجه مئويه نتيجه ارتفاعات نسب الرطوبه، يعني احنا دايما درجات الحراره يعني احنا خلينا نقول احنا هنبقى 35 و 36 ولكن الرطوبه هي اللي هتدينا احساس بال 40. بالظبط، يعني الرطوبه اللي احنا مش 40 احساسنا بارتفاع درجات الحراره توصل ل 39 و 40 درجه مئويه على القاهره الكبرى، المناطق طبعا الموجوده في جنوب البلاد بتتجاوز ال 42 وال 43 درجه مئويه. المناطق الساحليه تعتبر اقل درجات حراره لكن طبعا فيها ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، يعني متوسط درجات الحراره ما بين ال 31 وال 32 درجه مئويه المحسوسه هتوصل ل 35 و 36 درجه مئويه، يعني نسب الرطوبه دي هتجعل بقى احساسنا بالطقس فترات النهار ان هو طقس شديد الحراره رطب على اغلب المناطق الموجوده في الجمهوريه فيما عدا السواحل الاجواء هتكون عليها حراره رطبه فتره النهار. ايضا فترات الليل هنحس بالاجواء وبالاجواء المائله للحراره الرطبه مع ارتفاع نسب الرطوبه ده. المفروض ان ده على مدى الاسبوع، يعني من الجمعه ولمده اسبوع؟ من غدا ولمده بالظبط من الجمعه القادمه، مش من غدا ان شاء الله وعلى مدار الاسبوع القادم كله من يوم السبت وعلى مدار باقي الايام الاسبوع ان شاء الله. عموما نتمنى انه الناس خلاص هتعرف تتعامل مع درجات الحراره، الاكثار من ماء، ملابس خفيفه، اعتقد ده هيكون هو الحل اللي ممكن نتعامل معاه. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه اشكرك شكرا جزيلا. زي ما يعني هنعمل ايه، طقس حار يعني احنا اتعودنا عليه، بس انا شايفه الى حد ما الصيف السنه دي يعتبر ما بين معقول وجيد، يعني ما تتكلم عن الدرجات معقول وجيد، نتحمل لو كان اسبوع هنتحمله قد ما نقدر، الناس بس تاخد بالها شويه بالذات في فتره النهار، يعني اهالينا اللي بيشتغلوا اللي بينزلوا، انا بشوف كتير يعني سيدات فضليات بيبقوا ماسكين شمسيه، يعني ده بقى منظر موجود يعني بالنهار بشكل كبير، وهي الحقيقه بتخفف درجات الحراره، يعني الحفاظ على مستوى الميه، الملابس الفاتحه اعتقد بالذات تحت اشعه الشمس بتبقى بتعكس اشعه الشمس وتقدر تدي احساس كده بان الجو يبقى افضل. تعالوا كده نروح لأكاديمية الفنون. أنا بحب جدا أكاديمية الفنون دي لأن هي كمان صرح تعليمي مهم بيعتمد دايما على الموهبة، يعني اللي بيتقدم لأكاديمية الفنون لازم هيكون طالب عنده إحساس بالموهبة، يعني يكون تمثيل، إخراج، سيناريو، مونتاج، موسيقى، أيا كان. طبعا ده يعني موهبة بتبقى بالدرجة الأولى هي اللي بتحفزه على أنه يذهب للدراسة في هذه الأماكن، خصوصا طبعا أنه إحنا كمان عارفين أنه يعني الطلبة والطلبات في الثانوية العامة الآن في يعني التنسيق المرحلة الأولى والثانية، فأعتقد أن يمكن هذا التقرير هيكون مهم جدا أن أنتوا كمان تتعرفوا. دي مساعدة من كاميرا التاسعة أن إحنا نتجول معاكم في مقر الأكاديمية، أكاديمية الفنون، ونشوف ماذا تقدم ونقدم صورة على أرض الواقع لكل الموهوبين أو الطلبة والطالبات علشان يشوفوا برضو على الطبيعة أكاديمية الفنون. تقرير ونعود ونواصل معكم باقي فقرتنا في التاسعة. أكاديمية الفنون دي مؤسسة تعليمية ثقافية فنية بتتبع لوزارة الثقافة، وكل شهاداتنا معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، يعني احنا كيان معترف بيه. عندنا مدرسة الكونسرفاتوار ودي بتقبل الطلاب التلاميذ الصغيرين من سنة ثالثة ابتدائي، عندنا مدرسة الباليه بتقبل الطلاب من رابعة ابتدائي، عندنا مدرسة الموسيقى العربية بتقبل بعد الإعدادية، كل المعاهد بتقبل ثانوية عامة ما عدا معهد الباليه، معهد النقد الفني، معهد فنون الطفل. معهد النقد الفني وفنون الطفل بيقبلوا بالليسانس والبكالوريوس، معهد الباليه بيقبل الثانوي بتاع الطلبة بتوعه. في
اي معلومات الطالب بيجي يحتاجها سواء كان في التقديم او في التسجيل، احنا بنديله المعلومات دهيت بحيث ان هو يقدر يتواصل مع الاكاديميه من خلال النت او من خلالنا احنا على الشباك بتاع بيع الملفات. والله حضرتك بيجوا النهارده بيستفسروا على التقديمات وبنفيدهم. النهارده حضرتك مرحبا بكريوس وفي دونا العليا، فبنفيدهم اللي يتقدم على النت بنقول له عليه يتقدم على النت البكالوريوسات، وفيما يخص هنا بندي لهم ايصالات 33. شروط معهد السينما ان هو يكون جايب المجموع ثانويه عامه 55، وبناخد اللي هم 22 و21 و20 ثلاث سنتين قبلي بس، وتقديم اونلاين البكالوريوس. كنت عايز اخش فنون تطبيقيه عشان الديكور، وبعدين جيت هنا عشان قسم الديكور، يعني هي اقرب حاجه اللي انا عايزه بس، فانا حابب الموضوع يعني برسم وانا صغير. يعني جاي اقدم موسيقى عربيه لان عايز يعني ابقى في المجال كويس يعني واتطور اكتر، وافضل ادرس كده على خيط لما فاهم ابقى في حته ثانيه. انا جاي معهد موسيقى عربيه النهارده عشان اقدم غنى كده، لان بغني من وانا صغير وكده بس، ف رب يتقبل بس ما نشوف. جاي اقدم في اكاديميه الفنون تمثيل، شايف نفسي ان انا في المجال ده وان شاء الله يعني احقق حلمي. انا قدمت كتبت البيانات وعملت كل حاجه ومستني بس الاختبار. من حوالي كده اكتر من 25 سنه كان بدات ابحاث كتير تتكلم على السوشيال ميديا، ويقول لك البلاتفورم بتاع السوشيال ميديا اللي هو فيسبوك وتويتر وما شابه من كل الحاجات دي، وكانوا بيقولوا انه يعني السوشيال ميديا دي لما الناس هتتفاعل هتؤثر على الفن والفنون بشكل كبير، يا اما انت تفتح المجال وتبقى بتقدم وبتتعاون طول الوقت مع السوشيال ميديا، يا اما انت هتبقى احيانا بعيد عن الناس ومهجور. ده اللي عملته هوليوود. هوليوود بدأت تستعد زي ما انتم عارفين السنة دي لموسم وجوائز ساخن، وخصوصا كمان السوشيال ميديا بدأت تتحكم. وليه بتكلم عن مين تحديدا؟ عن الأوسكارز، لأنه الأوسكارز دي عبارة عن منظمة كبيرة جدا، عدد من الجوائز بتختار أحسن فيلم، أحسن ممثل، ممثلة، موسيقى تصويرية، إخراج، مونتاج، مؤثرات صوتية، أحسن مخرج، أحسن مخرجة، سكريبت، سيناريو، كل عناصر الفن بشكل عام. وزي ما أنتم عارفين أنه جائزة الأوسكار مهمة جدا والعالم كله بيتابعها، ويعني حتى طبعا بيبقى لها حقوق وحاجات كده. فبدأت الأوسكارز تحس بأنها بعيدة شوية عن الجمهور العادي، مش جمهور الأوسكارز ولا جمهور السينما، هي عايزة تقرب من الناس اللي قاعدين على السوشيال ميديا. ففكروا أن هم يفتحوا باب التصويت للجمهور وعملوه على تويتر. وبشكل غريب كده الناس على تويتر اختاروا فيلم جيش الموتى. الفيلم ده ما حققش أي نجاح جماهيري، بمعنى إيه؟ لا هو فيلم شباك ولا جاب إيرادات فظيعة ولا عمل حاجة ما حصلتش، أو إنه حقق حتى نجاح بشكل نقدي، يعني حتى النقاد ما اتكلموش عليه. السؤال هنا بقى، يا ترى السوشيال ميديا ممكن تتحكم بعد كده في الجوائز بشكل كبير، والمنتجين هنا يوجهوا حساباتهم بقى ويفكروا على السوشيال ميديا علشان تدعم أفلامهم، يعني يشتري بقى يبقى في لجان ويدخل على السوشيال ميديا ويشوف إيه الموضوع يحلها إزاي؟ لأن أنتم عارفين كمان إن الأوسكارز بقالها فترة، خصوصا بعد الاحتفال الأخير اللي كان فيه الفنان ويل سميث والصفعة الشهيرة بتاعته لمقدم الأوسكارز لما عمل تنمر معين على زوجته، فطبعا دي برضو قالوا يعني بقياس الأوسكارز والمنظمين إنها قللت قوي، وكان في نقد كبير جدا عليهم على السوشيال ميديا. فهم بقى عندهم هذا التخوف، مش عارفين يروحوا فين. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل كده ندردش فيها مع الناقد السينمائي رامي المتولي. أستاذ رامي مساء الخير. مساء الفل يا أستاذ شفقي.
يعني زي ما انت متابع معانا كده الصوره على الشاشه والموضوع يبدو انه الاوسكارز والمهرجانات الكبيره برضو عندها مشكله السوشيال ميديا، يعني تروح وتحط الافلام وتاخد تصويت الجمهور ولا تبعد عنه، لانه هيحطها في ارتباك شديد اللي هو هيختاروا السوشيال ميديا قد تختار افلام بعيده تماما عن اختيارات وفكر الاوسكارز، رايك ايه؟ والله انا شايف ان هي حاجه عاديه ووسيله من وسائل الدعايه، خاصه ان الفيلم ما حققش نجاح على شباك التذاكر، لان هو فيلم اتعرض في الاساس على منصه وهو كان في مشكله ان المنصه الشهيره دي دايما بتفضل انها تعرض الافلام بتاعتها عبر المنصه مش عبر السينما، ولو نزلت افلام بتنزل افلام بعينها هي اللي تروح للسينمات والمده محدده علشان تستوفي مثلا شروط الاوسكار او تستوفي الشروط في مهرجان ما. تمام. اعتقد انها وسيله ومحاوله لاجتذاب الشباب، خاصه ان الجائزه دي ليها علاقه بالشباب بشكل مباشر، فالتوجه لتويتر وان هم يعرضوا يسالوا الجمهور يعني ايه الافلام اللي انتم شايفين ان هي ناجحه، انا شايف انها وسيله دعايه اكتر منها اي حاجه تانية. لا كمان خد بالك انه انت عندك يعني اوسكارز والمهرجانات يعني يعني هي بنفسها الاوسكارز وجوائزها هي في حد ذاتها مهرجان، خد بالك هي بتبدا الترشيحات والترشيحات دي بيبقى لها برامج اسمها رود تو اوسكارز، بتقعد تتذاع مثلا على القنوات وفي الاعلام مثلا قبلها بثلاث اربع خمس ايام، فبيبقى في حاله كبيره، فيبدو انه دخول السوشيال ميديا في الموضوع هم شايفين ان هم هيبقى عندهم مؤثر تاني غير فكرهم هم، فمش عارفين هيروحوا فين، يعني هم كمان احيانا بنقول انه في نوع من انواع التسييس، في من انواع الاختيارات، لكن هنا هيبقى اختيار جمهور مختلف ومتباين كمان. هو الفكره كلها ان الاوسكار هي اقدم مسابقه سينمائيه موجوده في العالم. تمام. هي تسبق المهرجانات، تسبق كل التظاهرات السينمائيه، هي بدات بالظبط سنه 1927. هي اتطورت بشكل كبير جدا علشان تتحول في حد ذاتها لصناعه. الاوسكارز مش ما بتبقاش موجوده في شهر فبراير او شهر مارس بس. صحيح. ولا بالترشيحات في شهر يناير، الاوسكارز دلوقتي بقى ليها تاثير على مهرجانات كبرى، يعني احنا بنبتدي رود تو اوسكار، بنبتدي نتكلم على الافلام المرشحه بقوه انها تنافس في موسم الجوائز الامريكي اللي ما بيبقاش مقتصر على الاوسكار بس، من اول مهرجان فينيسيا، يعني احنا ابتداء من الشهر اللي جاي هنبتدي نشوف الافلام الامريكيه المهمه وهي بتتعرض في مهرجان فينيسيا. صحيح. وده يعتبر واحد من اكبر ثلاث مهرجانات عالميا، كان وبرلين وفينيسيا، ففينيسيا هو حجر الاساس والخطوه الاولى في الطريق الى الاوسكار. بعديه على طول بيبقى مهرجان تورونتو، بعديهم مهرجان لندن، بعد كده بنبتدي بقى نخش في مجموعه من الجوائز بتمهد للاوسكار، جولدن جلوبس، الساج، رابطه المخرجين، جوائز النقاد، كل ده انا بتفق مع حضرتك عليه، بس انا يعني وجهه نظري هنا في الموضوع ان انت الاوسكارز كمان انت حتى اي ممثل او اي مخرج او اي فنان يقول لك انا حتى لو ما اخدش الجائزه الترشيح في حد ذاته جائزه، يقول لك كان مرشح في عام كذا لجائزه الاوسكار، ده جزء من تعتبر جائزه هي في حد ذاتها جائزه، فبالتالي دخول السوشيال ميديا وعدم تقبل الاوسكارز لمثلا انه الجمهور يختار فيلم جيش الموتى اللي هو مش من الافلام اللي عليها اقبال جماهيري ولا النقاد اشادوا بيها، فهنا هتخلي نوعيه الجوائز يبقى لها نظره مختلفه. لا انا زي ما قلت حقيقة في موضوع الفيلم ده له طبيعه خاصه، هو على فكره كان في اقبال عليه عبر المنصه، هو ما اتعرضش بس على شباك التذاكر، بس هي الفكره كلها صحيح، هي فكره المنصة. كمان نجاح المنصات باستقطاب جمهور جديد من السينما، يعني المنصات كمان دخلت في هذا السباق. ده ظرف اخر، ولكن لو جينا بصينا مثلا المهرجان كان عنده مشكله رئيسيه مع المنصات، لكن باقي المهرجانات زي برلين وفينيسيا
ومسابقه الاوسكار وما شابهها من مسابقات ما عندهاش اي مشكله مع المنصات اكيد. فالفيلم كمان الاوسكارز كانوا كاتبين تعليق بان هم حسوا ان السوشيال ميديا جالها نوع من انواع الاحباط لما حدث في اخر حفله بتاعه ويل سميث والصفعه بتاعته، فهم برضو مش معتادين على هذا الانتقاد الكبير من السوشيال ميديا. الفكره في الموضوع ده ان السوشيال ميديا تم استغلالها بشكل ما خلال العشر سنوات الاخيره علشان تاثر على اكاديميه وعلوم علوم وفنون الصوره المنظمه والمانحه لجوائز الاوسكار. اكيد ده بدا من الهاشتاج اللي هو اوسكار سو وايت اللي كان بيقوم بيه مجموعه من الافرو امريكان واصحاب الاصول الاسيويه والملونين علشان يبتدوا ياخدوا حقوق في صناعه السينما سواء امام الكاميرا او خلف الكاميرا. بعد كده كمان في الهاشتاج المهم جدا اللي كان بيتضغط بيه علشان وضع المراه داخل صناعه السينما. ده برضو دول كانوا اكتر اثنين اثروا اكتر اثنين هاشتاجز اثروا كمان. ما هو ده اللي انا كمان تمام جدا، هو ده اللي انا بقوله ان انت دايما عندك احيانا تسييس وايضا اختيار الموضوعات بعينها عشان تبقى موجوده. عموما للحديث يعني اكيد بقيه لانه يعني الاوسكارز يعني فيها الكثير من الكلام اللي ممكن نتكلم عليها، حتى رود تو اوسكار الطريق الى الاوسكار ده في حد ذاته موضوع كبير نتمنى ان احنا نناقشه معاك هنا مره تكون ضيفنا فيه. وانا بشكرك شكرا جزيلا الناقد السينمائي رامي المتولي. زي ما قلتوا بنحب كده نروح ونيجي معاكم في موضوعات مختلفه، وزي ما انتم شايفين قد ايه السوشيال ميديا بجد مؤثره، ولكن حتى المؤسسات بترتبك احيانا لما السوشيال ميديا تتعامل معها. فما يبدو ان يبدو كل المؤسسات لازم يكون عندها نوع من انواع الذكاء ان هي كمان تتعامل مع السوشيال ميديا بذكاء، يعني تشوف المؤشرات رايحه فين وهي كمان فين وتعمل التوازن ما بينها كمؤسسه كبيره وايضا تعاملها مع السوشيال ميديا. خليني اروح معاكم لمؤسسه انا معجبه قوي بالمهمه بتاعتها. المؤسسه اسمها مؤسسه رقوده، وانا برضو يعني الاسم مش عارفه اختياره هسال عليه. مهمتها الاساسيه الفن والتراث. تهتم ايه المؤسسه دي؟ هي الحقيقه بتعمل في الاسكندريه منذ 2015، وليها نشاط المؤسسه عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من المشروعات والفعاليات في مجالات الصيانه الاثريه، اللي هي ان احنا نعمل صيانه للاثار ونعمل كمان مع الصيانه توثيق، لانه التوثيق مهم قوي، ومشاركه اجتماعيه، يعني نشرك المجتمع في هذه الاشياء وننشر الوعي ونحقق كمان مع ده التنمية المستدامة، إن الناس تبقى عارفة يعني الأثر إيه؟ قيمته إيه؟ توثيقه إيه؟ حالته إيه؟ إحنا في أي زمن وإيه الموضوع؟ الصور فيها مشاركة اجتماعية وأيضا مشاركة مجتمعية من الناس. ومن أهم مشروعات رقودة الآن هي المحافظة والصيانة للتراث بمنطقة الماكس. عارفين الماكس دي قريبة جدا من دخيلة العجمي، منطقة في اسكندرية، وهي توثيق أسواق السمك. يعني سوق السمك في الماكس الحقيقة معروف جدا، سوق بديع كبير قديم جدا، فده برضو توثيق ليه. قوائم أيضا، قوائم بقى الحصر والإحصاءات الجغرافية، صناعة أفلام وثائقية، كل ده بتقوم بيه المؤسسة بجانب كمان برنامج للطفل الصيفي السنوي. وده شيء جميل إنه الأطفال يكون عندهم يعني نشاطات وحاجات كلها تدور حوالين التراث وحوالين الأشياء. الحقيقة الصورة في اسكندرية، أنت أي صورة لإسكندرية لازم تلاقيها بديعة. خلينا نروح لمدير مؤسسة رقودة ومرممة الآثار الأستاذة رضوى عبد الهادي. مساء الخير أستاذة رضوى. مساء النور، أنا بس اسمي روضة مش رضوى. روضة، أستاذة روضة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني كلمينا عن هذه المؤسسة وقولي لنا بالظبط زي ما أنا قلت كده، المؤسسة دورها التنموي حلو جدا، الحفاظ على الآثار وتوثيق الآثار. هي مؤسسة رقودة للفن والتراث. حضرتك كنت بتسألي الأول على الاسم. أنا بسأل على الاسم. أيوه، هي يعني قبل إنشاء الإسكندرية، قبل دخول الإسكندر الأكبر، ما كانش لسه في إسكندرية، لكن كان في قرية صغيرة خاصة بالصيادين، هي اسمها بالمصرية القديمة كان راكدت، وباليونانية كان راكوتا أو راكوتيش،
وبعدين لما دخل العرب فبقى اسمها راكودا. فده مكانها دلوقتي. فاحنا في البدايه واخدين اسم من الاثار ومن التاريخ يعني. بالظبط، هي اقدم منطقه في اسكندريه كلها اللي هي منطقه كرموز الحاليه، فعشان كده احنا اخترنا الاسم راكودا. تمام. واحنا بنشتغل على التراث مش بس على الاثار، لانه التراث بينقسم لشقين، التراث المادي اللي هو فيه الاثار، والتراث غير المادي اللي هو بيحتوي على عادات وتقاليد، حرف تراثيه، فنون شعبيه وهكذا. يعني انا شايفه مثلا حضرتك يعني وانا بقرا التقرير في البدايه مثلا انتوا عاملين حصر كده، وايضا سوق السمك اللي موجود في الماكس يعني، وده سوق قديم جدا يعني. بالظبط، احنا هي الفكره انه من ضمن المهام اللي بتدرج تحت كلمه صون وحفظ التراث ان احنا نوثق التراث ده، خصوصا لو هو يعني تحت مشروعات تطوير، فاحنا بنحاول ان احنا نوثق الشق التراثي اللي فيه، سواء كان مباني او حرف وعادات بتمارس فيه. فاحنا عندنا حلقه السمك، هي يعني هي تمت حلقه لان هي كانت البيع بيتم فيها بشكل حلقه، واللي اسسها محمد علي. العادة طبعا موجودة من قبل محمد علي، وبتمارس يوميا من الفجر لحد الساعة 7 أو 8 صباحا في شكل بيع مزادات للسمك في شكل حلقات. أنا رحتها مرة وأعتقد مرة يعني في إحدى برامجي القديمة وصورنا فيها، وكانت حالة بديعة يعني جدا. شكل التجار والحالة البيع والسمك مع الفجر حالة بديعة يعني وممنهجة يعني. حتى كمان في تجار مخصصين لتأجير طاولات السمك، وهم اللي بيحتكروا المهنة بتاعة صناعة طاولات السمك، هم ثلاث عائلات بس في الحلقة نفسها، وهم اللي بيأجروا حتى الطاولات ديت لمنطقة المكس. فهو تراث بديع جدا، واحنا يعني بنعمل على ان احنا نوثقه قوائم حصر، وكمان نوري للناس التخطيط العمراني بتاع اسكندريه كان بيمشي ازاي، عشان كده احنا بنوثق كمان من خلال الخرائط. اكيد. انا شايفه في الصور كمان حاله بقى مجتمعيه، يعني في ناس، في انشطه، في اطفال، في اشراك للمجتمع في الترميم، في وجودهم في الاثر. يعني كلميني على حاله الصور اللي انا شايفاها والمجاميع دي. هو احنا كنا دايما بنحس ان في عزله بين المتخصصين واللي احنا بندرسه في الكليات، وما بين فهم الناس لقيمة التراث في الشارع، وناس تبقى بتمارس التراث كل يوم في حياتها اليومية بس هي مش عارفة ان ده تراث. فاحنا from day one بنشتغل على فكرة ان اشراك المجتمع في تراثه، مش بس ان هو يسمع معلومة عنه، لكن هو كمان بيشترك في تنميته، بننشر الوعي له، وكمان هو يكون جزء من حفظ وصون التراث ده. فطبعا الأنشطة بتختلف على حسب الأعمار اللي بنستهدفها، بداية من الأطفال لحد كبار السن، وطبعا الشريحة الأكبر للعمل هي شريحة الشباب. صحيح. فعشان كده دايما الفعاليات بتاعتنا بتبقى خاصة بالشارع السكندري بالذات، بس كمان احنا بنشتغل في باقي محافظات مصر. أكيد. أنا بتصور لو يعني اسكندرية كلها تاريخ، يعني كمية الآثار، كمية التاريخ اللي موجودة في اسكندرية، انتوا حتى الترام بتاع اسكندرية كان تاريخ، يعني اسكندرية كلها تاريخ. الترام نفسه هو كان أول ترام يدخل مصر. صحيح. وأول ترام يدخل أفريقيا كلها، وتاني ترام في العالم بعد إنجلترا. وكان الهدف منه هدف تجاري بحت، إنه عشان كان يوصله بين الصناعات والتجارات في ميناء البصل ومنطقة المنشية. هي اسكندرية كلها ميناء قايمة على فكر حرفي وصناعي وتجاري. أكيد. يعني أنا بشكرك وبتمنى لك التوفيق لهذه المؤسسة اللي بتحاول حقيقي تقدم مجهود وكمان تشرك المجتمع فيه. بشكرك شكرا جزيلا على هذا الموضوع، ودايما نتابع معاكي لما يكون عندك أي صور جديدة أو أي أشياء جديدة. بشكرك جدا الأستاذة روضة عبد الهادي، مدير مؤسسة راكودا ومرممة الآثار. بشكرك شكرا جزيلا. طيب، يعني زي ما انتم شايفين يعني هي اسكندرية كلها بديعة، يعني شط اسكندرية، شط الهوى، روحنا اسكندرية ورمانا الهوى، يعني ما كانش فيروز غنت لها أحلى الأغاني. طيب، خلينا عايزة أقول لحضرتكم، يعني أنا كمان بعد الفاصل هيكون معايا لقاء، واللقاء ده الحقيقة لقاء يعني أنا شايفاه لقاء مهم مع مخرج من المخرجين، مش عايزة أقول بس أنه مخرج شاب، ولكن مخرج هو شاب في أفكاره، عنده أفكار كتير بره الصندوق، عنده أفكار كتير هو مسؤول عنها، أفكار أثرت في طفولته، فقرر أن هو
يحاول ان هو يعمل لها معالجة فنية وسينمائية فتكون موجودة في افلام. افلامه لو اتفقنا مختلفة، يعني اعماله مختلفة وافلامه مختلفة، لا هو ابن المهنة ولا هو ابن السينما ولا هو يعني يمكن درس حاجات مؤخرا، ولكن هو موهوب طول الوقت، وقرر ان موهبته تبقى هي حال ايده او صناعته للسينما. في ضيافة التاسعة هيكون المخرج عمرو سلامة اللي هنتوقف معاه في عدد من المحاور المهمة عن الأعمال اللي قدمها، مسلسلات أو أعمال فنية أو أفلام بعينها. كل فيلم دايما كان ليه كواليس وليه قصة، سواء معاه هو شخصيا مع مخرج العمل أو حتى مع الناس أو حتى مع المهرجانات اللي كانت موجودة فيها هذه الأعمال. حوار كده من نوع مختلف، حوار كده ندخل فيه لعالم السينما ولكن بعيون مخرج مختلف، شاب زي ما هو دايما بيقول أنا بحترم الاختلاف وأقدر الاختلاف. خلينا إحنا كمان نختلف معاه ونشوف إزاي هنقدر نوصل من خلال الحوار ده لمناطق كتير جديدة مع المخرج عمرو سلامة في ضيافة التاسعة بعد قليل. عمرو سلامة مخرج مختلف زي ما قلت في المقدمة، وعشان الاختلاف أنا مش هعمل مقدمة وارحب على طول بعمرو سلامة. أهلا بيك يا عمرو. ميرسي يا أستاذة شفقي جدا. يعني أنا بجد مبسوطة إن أنت تكون معانا في التاسعة، وإن إحنا ناخد وندي في مجموعة من الأفلام والأفكار. أنا دايما بشوف إنه إحنا كمصريين محظوظين، السينما تاريخ قديم، شفنا عمالقة المخرجين أخدونا وودونا وقدموا مصر وتاريخها وحياتنا الاجتماعية وطلعوا. إحنا دلوقتي بنعيش حقبة مختلفة تماما، يعني لما أشوف فيلم لعمرو سلامة وأنا في الحقبة اللي أنا فيها في الألفينات وأشوف حاجة قديمة قوي، حس قد إيه الزمن اتغير. طبعا أعتقد إحنا في حقبة زي ما حضرتك قلتي مثيرة للاهتمام جدا، لأنه إحنا بنشوف سوق جديد وتفاصيل تقنية جديدة ونوع قصص جديدة، ولما ببص زي حضرتك كده لما باجي ابص على الافلام الابيض والاسود بكتشف قد ايه كان فيها افلام فعلا ما تتعملش النهارده من كتر ما هي يا اما معقده تقنيا يا اما جريئه جدا يا اما فيها حرفة فيها حاجات فنية بسيطه قوي تبدو لينا بسيطه جدا، صح؟ بس تقنيا حتى مش قصدي بس ككاميرات واستخدام معدات، بس قصدي كحتى نوع الكتابه نفسه كان نوع ذكي جدا. يعني فبس احنا دلوقتي برضو انا مش من خطاب مش بحب الخطاب الرومانسي بتاع ان زمان كان حلو ودلوقتي وحش، لا دلوقتي في برضو حاجات مهمه جدا بتحصل، وعالميا احنا بنشوف قد ايه السينما بتاعتنا بدات تظهر عالميا بشكل كويس، وثانيا شايف ان في مواهب دلوقتي فعلا قادره انها تعمل حاجات كتير جدا. وعلى المستوى التجاري الافلام المصريه خصوصا في اخر سنتين بدات تعمل ارقام كويسه جدا. طيب خلينا ناخد المساله واحده واحده عشان ايه ما تجريش بينا. خليني اقول يعني خليني اطرح عليك سؤال كده واشوف دماغك رايحه فين. يعني زمان لما كنا السينما زمان او المخرجين زمان، خليني اتكلم ما بين الخمسينات والستينات تحديدا اللي هي مرحله الروايات، اللي هو المخرج يحط رجل على رجل ويختار يا ترى هلعب في روايه يوسف السباعي ولا مع حفظ الألقاب ولا إحسان عبد القدوس ولا يوسف إدريس ولا هروح لنجيب محفوظ، فتلاقي مشواره إبداع، يعني شخصيات حقيقية لحم ودم وأبعاد وما عليه إلا طبعا، وده مجهود كبير طبعا تحويل سيناريو، بس في قيمة هو بادئ منها، صح؟ هل ده كان قد إيه بيساعدهم، ولا أنتوا دلوقتي أنت كمخرج حر لأن أنت اللي بتصنع الموضوع تصنع الحكاية تاخد تأثير المجتمع وبعدين يخرج شكل الفيلم، شايف ده ازاي وده ازاي؟ لا طبعا انا بحسدهم على ده، كان عندهم كنز من الروايات ومن الادب مرعب. الفتره اللي يعني مثلا هقول تفصيله صغيره جدا، استاذ عاطف الطيب ببص قريب عمل كام فيلم في مشواره القصير، فعمل اكتر من 20 فيلم في 10 سنين، ازاي لحق يعمل كل ده؟ طبعا استاذ فاطين عبد الوهاب ببص برضه لقيته بيتكلم انه عامل حاجه و50 فيلم في 20 سنه، يعني بمعدل في السنه فيلمين ونص. فزي مخرج كان عنده كميه السيناريوهات الكويسه اللي يقدر صحيح. يعمل فيها العدد ده. فزمان برضه لانه استاذ عاطف الطيب كان موجود وقتها، مين بيكتب
فطاحل، استاذ وحيد حامد، استاذ بشير ديك، استاذ محسن زايد وهكذا. في زمان كان في فكره ان انا اخش مكتبه، يعني انا بحسد مخرجين وصناع السينما بتوع الفتره دي ان هو يخش مكتبه شايف هذا الكم الرهيب من الروايات، اللي مش بس روايات حلوه على فكره، في دلوقتي في روايات حلوه، بس هي روايات حلوه ملائمه انها تبقى سينمائيه، ملائمه انها انتاجيا تنفذ، وبتلمس حاجه الناس حاساها دلوقتي. بس هي وقتها هم اللي خلوهم تبقى ملائمه، صح؟ يعني في حاجات يعني كده هم اللي خلوهم تبقى يعني انت عندك روايات تقول هو قدر يحولها زي روايات، صح؟ صعبه موجود. لسه بالزبط. على فكره كنا بنحتفل بذكرى المخرج حسين كمال. حسين كمال لوحده صح. عامل كميه من الروايات صح. ابدع من كده ومتباينه، يعني جداً. انت بتشوف فيلم مثلا لشيء من الخوف، وبعدين تروح تشوف أبي فوق الشجرة مثلا، يعني قد ايه مختلفين يعني. صح. اعتقد هي مشكله، لو هبقى صريح جدا، هي مشكله تاسيس المبدع نفسه بصراحة. الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم نجيب محفوظ، يوسف السباعي، حسين عبد القدوس، توفيق الحكيم، هنقعد نقول 17 اسم. الاسامي دي اتعلمت ازاي وتشكلت ازاي في عصر صح. اصلا قبل الخمسينات والستينات كانوا صح. في العشرينات والثلاثينات كان بيتاسسوا ازاي صحيح. كان ايه نوع الثقافه اللي بياخدوها، كان ايه نوع التعليم اللي بياخدوه، كان ايه نوع الفكر اللي بيتبلور فيهم، كان ايه الحدث العالمي اللي مقصها على شخصيتهم، فخلق بني ادمين مبدعين قادرين يطلعوا لنا الاعمال الابداعيه دي. لما نيجي نقارن ده بالادباء او صناع السينما دلوقتي، وانا بشرك نفسي في المعادله، احنا اتربينا ازاي وتعلمنا ازاي وايه نوع التعليم اللي دخل لنا والثقافه اللي دخلت لنا، بالتاكيد مش مشابهه اي واحد فينا. ايوه هنطلع يعني منتج قماش تاني، يعني حاجه تانية. طيب خليني اروح عند عمرو سلامه. عمرو سلامه يعني انت خريج تجاره وما رحتش مثلا، رغم ان انت دايما تقول انا بعشق الفن وموهوب، بس ما قدرتش تقف قدام تيار الاهل وتقول انا هدخل معهد السينما مثلا صح. او انا عايز ابقى مخرج صح. ما قدرتش اعمل ده وما كنتش عايز معهد سينما ساعتها. كنت ساعتها حلمي الكبير ان انا اخش فنون جميله، لان انا كنت مشغول جدا بالافلام الكرتون والثلاثيه الابعاد اللي هي ال 3D انيميشن يعني، وكنت مهتم قوي اعمل افلام كرتون، وكنت شايف ان دي حاجه مش موجوده في مصر. زي وقتها كنت منبهر جدا بتجربه شركه اسمها بيكسار اللي عملت توي ستوري، قصه لعبه طبعا. او شريك او كده، فكنت نفسي اتعلم قوي الانيميشن، واهلي رفضوا تماما، مش فاهمين ايه ده اصلا. جزء ضغط، جزء رشاوي من ابويا، جزء حاجات كتير، فقمت مقررت ايه، قلت خلاص انا هتعلمها لوحدي. وحتى وقتها كان لسه ما فيش اصلا العلم ده او الصناعه دي موجوده في مصر قوي، لسه موجوده، فعملتها بشكل بقى بنفسي. انا اللي بشوف، بجيب الكتب اللي بيدرسوها بره واعلمها لنفسي وهكذا، واضطريت حتى اعلم نفسي انجليزي عشان اعرف اقرا الكتب دي واتعلم كده. وبعد كده خدتني شويه بشويه للسينما لحد ما اتعلمت كل حاجه عايز اتعلمها بنفسي، اشوف الناس دي بتذاكر من انهي كتب بره في جامعاتهم بره، فاعمل زيها، فذاكر نفس المذاكره دي. فانا ما دخلتش معهد او اكاديميه، بس انا بدعي دايما وبراهن دايما ان انا ذاكرت مذاكره اضعف اللي كان محتاج يخش امتحان، اللي هي فكره الموهوب الباحث طول الوقت. الباحث انا ما اقدرش ادعي ان انا موهوب، بس اقدر ادعي ان انا مجتهد في ان انا علمت نفسي باكتر شكل انا شايفه هيفيدني. لان خدي بالك، هو زي ما كنا بنتكلم على الادباء والفنانين، هو الاهم من انك تتعلم حرفه انك هتقول ايه بالحرفه، فانت هتبقى مين، هتوصل لمين، هتبقى مين، ودماغك ايه عشان تطلع ده. طيب انا دايما بشوف عندك ان انت لما بص على افلامك، يعني انا خليني كده كمشاهده، يعني انا مشاهد او متلقي، لما بص على افلامك ساعات احس انها قريبه جدا ولطيفه، وساعات احس انها في شويه غربه، وساعات احس برضو ان هي فيها راي مختلف، واللي هي فكره ان انا لازم احترم المخرج ده دام عنده حاجه مختلفه. هل اللي انت قلته ده ولعبكه الطفوله دي خلاك تروح كتير عند لا مؤاخذه وتروح عند بره المنهج، يعني الفيلمين دول تحديدا؟ هو دايما الواحد الجمله اللي على طول لما اي حد يقول لك عايز اتعلم سينما، بقول له اهم حاجه انت هتقدم ايه جديد للدنيا. العالم، الناس، انت بقى عندك قدره خارقه انك تكلم مئات الالاف او الملايين من الناس، هتقول لهم ايه جديد؟ فانا طول الوقت مشغول بفكره الجديد، او انا مش عايز اختلف وخلاص لغرض الاختلاف، بس لو حاسس ان انا هعمل مشروع هيقول نفس اللي اتقال قبل كده، طب انا هعمله ليه؟ انا عايز الاقي حاجه جديده اقولها جوه دماغي. يعني هل التفكير بيبدا عندك من النقطه دي، انا هعمل حاجه مختلفه، ولا انت بتعمل حاجه فبتطلع بالصدفه مختلفه؟
الاثنين 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 في اوقات كتير جدا ابقى عايز اشتغل على مشروع عجبني بس حاسس ان ما فيهوش حاجه مهمه تتقال فيا اما الاقي له حاجه يا اما هحس انه مش محركني كمخرج في اوقات كتير جدا حاجات عندي لغرض المتعه بس بحس ان انا مش عايز اخرج لغرض المتعه بس الا لما يكون فيها حتى وجهه نظر ما جديده انا بشوف شخصيه جديده مش ما بحس ناس ما بحستهاش قبل كده فهو الاهم عندي اللي شغلني ان انا ازاي اعمل مشروع جديد عليا وجديد في اللي بيطرحه وانا اتعلم منه حاجه جديده عن الدنيا لو المشروع خرجت منه انا نفس الانسان اللي قبل ما يخشه انا ما اتطورتش فلازم اخش في حته وتطلع بحاجه مختلفه بالظبط علاقتك بباباك عامله ازاي انا دايما اشوف الاب موجود في افلامك صح. بشكل كبير يعني صح. فدايما احس كده انه في حاجه فالعلاقه صح. ايه هو انا ابويا فعلا كان اطيب انسان في العالم وكان شخص كانه طفل بتاعنا مش ابونا من كتر ما هو كان طيب الله يرحمه بس انا الاب لقيت نفسي انا بالصدفه بعد ما بتفرج على افلام اللي عاملها لقيت ان الاب يا اما مش موجود يا اما تاثيره سلبي يا اما فقلت ليه انا الموضوع ده بيتكرر في افلامي مع ان ابويا كان علاقتي بيه كويسه جدا وكان طيب جدا عشان كده بسالك بالظبط واعتقد قريب بدات ادرك ان الاب في افلامي اعتقد مش بيرمز بس لابويا الاب الحقيقي هو بيرمز لكل فكره او كل كيان كان بالنسبة لك بيحميك أو بيعلمك أو رمز سند. أو سند فكرة السند بالظبط فهو أنا حاسس كإنسان عامة إن أنا بقتل آبائي جوه دماغي مش آبائي اللي هو أبويا الحقيقي لا طبعا بحبه بس الرموز اللي ممكن أمنت بيها وخزلتني الناس اللي أثرت فيا واكتشفت إن أنا تخطيت تأثيرهم عليا فالأب هنا هو أب فكري أكتر ما هو أبويا الحقيقي يعني طيب يعني لا مؤاخذة ركز قوي على غياب الأب صح أنت دايما بتحس زي لو أنا هاخد من الكلام منك هي فكرة أنه السند مهم قوي طبعا وبالذات الشخصية العربية صح. مبنية على السند يعني صح. دايما في حد في ظهرها صح أو هي بتتربى بشكل أن هي محتاجة الحد ده صح. عشان كده لما بنكبر وبنطلع بره السجن ده وتلاقي نفسك قادر تعمل حاجات كتير تقول الله طب ما انا قادر لوحدي صح يعني صحيح احنا مخزوننا بنعشق السند صح ده شيء طبيعي والله حتى لحد النهارده ما بحسش ان انا قادر لوحدي بحس ان انا عايز اتسند على حتى لو فكره حتى لو ايمان معين محركك بس طول الوقت انت محتاج حاجه تتسند عليها يمكن انا وانا طفل كان عندي فقره في حياتي ما كانتش طويله بس كانت مؤثره قوي في طفولتي هي فكره ان ابويا في الخليج بيشتغل واحنا هنا في القاهره الفتره دي حسيت بوحده ضخمة بفتكرها لحد النهاردة يمكن عندي من وانا عندي 10 ل 12 13 سنة فاكرها فكرة ان انا مستني بابا يجي في السفر عشان اشوفه كام يوم وبعد كده يسافر تاني ففاكر قد ايه الفترة دي كانت مأثرة في حياتي ان بابا مش موجود وعشان كده طول الوقت حتى وانا بكتب حاجة عايز اتعاطف مع شخصيتها بخليه وحيد او ما عندوش اب او يتيم لاني بحس قد ايه فكرة عدم وجود الأب دي مؤثرة طبعاً وأنا فاكر جداً وبالذات في سنوات معينة صح يعني عارف أنا عندي تجربة طبعاً يعني رحيل ممدوح عبد العليم وبنتي صغيرة بس هي عشت معايا لحد 17 سنة أنا كنت دايماً بجاوب على الكلام اللي أنت بتقوله بقول لها أنت أخدتي فترة هايلة وسابك وأنت 17 سنة بس ساب فيكي مخزون ممكن ما يتعوضش بالعمر كله صح يعني دي كانت الاجابه اللي عندي يعني. عايز اقول لحضرتك يمكن ده بره موضوعنا شويه بس هي حاجه فكره اثرت فيا جدا بعد وفاه والدي انا والدي توفى من كام سنه كان عندي يمكن 35 او 36 سنه فدخلت في سؤال فلسفي بيني وبين نفسي هو انا وفاكر كان ليا صديق مقرب والده توفى وهو في سن 17 وفاكر قد ايه وقتها كنا متضايقين له قوي يا عيني بابا توفى في السن ده وبعدين لما والدي توفى حسيت هو انهي الاصعب ان انت تفقده هنا ولا هنا لانه انا لما فقدته وانا عندي 35 سنه كنت فقدت مش بس اب انا فقدت اب وطفل لانه تحول لابني انا باخد بالي منه صحيح. او قلقان عليه اصل وصلت راح لمرحله تانية وصلت مرحله ان انا بخبي منه السجاير وبقول له ما تاكلش ده وبتاع وقلقان عليه طول الوقت فبتحول لطفل مش اب وساعات اضحك عليه عشان اهديه فحسيت انه هل الخساره بعد ال 35 اصعب ولا الخساره بعد ال 17 اصعب؟ صحيح بس اعتقد ان هي صعبه في كل الاعمار باشكال أكيد. مختلفه اكيد الاب مهم والسند كبير جدا لا مؤاخذه فيلم الاطفال واخد منك وقت وشويه كنت خايف
تدخل تعمله، لا ما عملوش، خايف الناس تحكم عليك تقول ده مخرج الأطفال. الفيلم ده أبطاله أطفال ويعني نجح بشكل كبير جدا، كنت متوقع النجاح ده؟ لا طبعا خالص. أنا فاكر قبل ما اخش التصوير الفيلم بيوم كلمت صديق ليا وقلت له انا بفكر ما اروحش تصوير بكره، وحرام ان المنتج يصرف فلوس ويخسرها، ومين هيشوف فيلم بطل واطفال وبحكي فيه قصه شخصيه قوي عني وكذا. فقال لي لا روح اعمله، بدل ما انت بتحب الفيلم اعمله كده، والناس دي مؤمنه بالفيلم. فروحت اصور الفيلم، واحنا بنعمله انا حاسس ان انا يعني في مخاوف طول الوقت ان الفيلم ده مش هيتشاف، وان انا بضيع عمري وبضيع اسمي حتى كمخرج لما الفيلم ما يجيبش فلوس خالص. وسبحان الله لما نزل جاب فلوس اكتر بكتير وقتها من افلام ابطال. عمرك ما سالت ليه جاب الفلوس دي؟ في تفسيرات كتير بس ما بتبقيش عارفه انهي فيها الحقيقي. هل لانه الفيلم حبوه الاطفال جدا والاسر؟ هل لان الكوميديا فيه كانت جديده؟ هل لانه الناس شافت فيه جزء حقيقي ما بيتقالش كتير في الافلام التانيه؟ ولهذا السبب على فكره بالذات الجزء الحقيقي ده، الفيلم ده اترفض في الرقابه 5 سنين، يعني قعدت 5 سنين قدمت تاخر كتير 7 مرات باسامي مختلفه السيناريو، ويترفض ويترفض ويترفض، لان هو دايما في خوف من ان احنا نقول حاجه ممكن تبقى حقيقيه وتزعل حد. فالفيلم خد وقت كتير جدا لحد ما شاف النور، ولما شاف النور ما زعلش اي حد الحمد لله وبالعكس. بس اقول لك تفسيري انا وقتها ليه، هو العيله المصريه يعني الأسرة صح العادية صح، اللي هي فكرة الأسرة دايما طول الوقت بتدور على فيلم تروح بيه طبعاً، تاخد ولادها وتروح في العالم كله خصوصا الأم صح. طبعا احترام للأب أكيد ولكن الأم دايما بتبقى تقول الفيلم ده ممكن الولاد يشوفه صح، أو ممكن نروح ليه صح. فممكن ده جزء اللي هي الأب والأم بيختاروا أحيانا اللي يسعد ولادهم، وإحنا كعيلة مصرية بنحب قوي سعادة ولادنا أحيانا أكتر مننا صح. فده جزء من النجاح يعني، هما العيلة راحت طبعا. الشك العائلي دايما دايما بيبقى حاجة جذابة للأفلام، وحتى بره الفيلم العائلي الملائم للأسرة بيبقى فرصه في النجاح التجاري أعلى بكتير من الأفلام العادي. المرأة عندك في أفلامك لا ليها وجود وليها احترام وليها انتصار صح. انت كنت قاصد الانتصار ده للمرأة طول الوقت؟ 100% برضو دي من الحاجات اللي لا هاخد الإجابة بعد الفاصل. ماشي. الانتصار للمرأة 100% ده السؤال اللي أنا لازم هعرفه مهما كان الاختلاف. عمرو سلامة مش مخرج عادي، اختار ممثل وممكن يعيش معاه كتير كمان زي ماجد الكدواني، 3 أفلام ورا بعض. هو مفيش ممثلين تانيين أكيد في إجابة تانية مختلفة بعد الفاصل. المخرج عمرو سلامة. السينما دايما حالة مبهرة. أنا هكمل معاك الحوار مخرج عمرو سلامة بره المنهج، يعني عايز أسأل أسئلة كتير. فسألتك قبل الفاصل كنا بنتكلم عن انتصاراتك للمرأة، كلمني كده. زي ما كلمت عن والدي لازم أتكلم عن والدتي عشان ما أضربش لما أروح. فماما كانت بالذات في الفترة اللي كان بحكي فيها أن والدي ما كانش موجود، كنت شايف قد إيه بطلة العالم. بطلة العالم هي قدرة، وأمي لحد النهاردة بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يديها طول العمر بطلة العالم. أمي النهاردة بكلمها كانت لسه تعبانة وفي المستشفى، طالعة لازم تخلص هي كارنيه النادي ولازم تروح هي الشهر العقاري. يعني أمي شخصية قوية جدا، وحتى من وإحنا صغيرين لما والدي ما كانش موجود كانت أب وأم ومديرة ونظرة في البيت حاجة. وكل حاجة، وهي كانت مدرسة وفي المجال التعليمي عامة، فهي كانت عندها قوة المدرسة يعني الثبات وإدارة البيت رهيبة. والولاد لا أنا في البيت ما كنتش بتعاقب، أنا كنت بتذنب جنب التلفزيون، يعني قصدي أنا كأننا في مدرسة جوه البيت برضو. فوالدتي كانت ست والحمد لله لسه يعني ست قوية جدا وعندها شخصية جدا ومتابعة لكل الشأن العام وليدر يعني قائدة في نفسها جدا. فأنا متأثر جدا بمثال والدتي، وحتى في حياتي الشخصية زوجتي برضو عندها نفس الصفات. اتجوزت بفكرة انه انا عايز الصورة دي مش اللي هو شبه ماما بس صفات ماما؟ ما كنتش قصدها، بس طول عمري بنبهر بالست القويه. انا عمري ما انبهرت بالست اللي هي ماسكه في بنطلون الراجل زي ما بقول، او بتبص من شباك الراجل بالظبط. أيوة. بتبص بعينه من شباكه. فهي الست القويه دايما بتبهرني في الحياه، وعشان كده حتى لما بكتب ببقى عمري ما عرفت اكتب شخصيه البنت الهبله او التافهه المنكسره الضعيفه عشان كده احنا بنتبسط من الافلام منتصر للمراه القويه، لان المراه القويه هي اللي بتقدر تصنع اسره،
تصنع مجتمع، صح، تسند، تقف، والأهم إنها تصنع أسرة. عشان أنا يعني فكرة قولبة الست في إنها مسؤولة بس عن الأسرة دي شيء طول عمره أنا بالنسبة لي مش هو ده شغلني. أنا شغلني الست اللي تقدر تقف قدام المجتمع عامة، وعشان كده يمكن عملت فيلم تواجه أسماء كل حاجة بالزبط. عارف فكرة التعليم القديم اللي هو دلوقتي ما بقاش موجود، اللي أنا بكرهه، الصورة النمطية بتاعت أمي تطبخ في المطبخ، أختي تساعد أمي، وأبي يجلس في الحديقة وأخي يلعب. الصورة دي الصورة الست يعني كانت ملكة فرعونية، ولحد النهاردة احنا بنشوف بلاد بتتقدم ازاي وقوية ازاي، والرئيسة سيدة، وبنشوف في العلم وفي كل حاجة. فلما خدوا تكافؤ فرص فعلا حقيقي شايفين الست ازاي قادرة تعمل كل شيء. يعني بقى الموضوع يضحك لو لسه في النمطية بتاعت ان الست مكانها البيت وتربيه الاولاد والمطبخ وانها متواجدش. ده اللي انت شحنت بيه هند صبري في اسماء، لانه هند صبري كانت قويه، هي قويه كممثله، ممثله هايله، بس اقصد كمان كان في قوه في الاداء رغم الضعف، رغم المرض، رغم القصه كانت حلوه والموضوع حلو، وهند كمان وصلته بقوه يعني بثبات كده يعني. انا فاكر انا اصلا عملت الفيلم ده بسبب ان انا سمعت قصه الست الحقيقيه وانبهرت بقوتها. وفاكر اول ما سمعت القصه الحقيقيه، اول ما في طريقه كده عندي او عند المخرجين كلهم ان هو يقرا الفيلم ويتخيل الفيلم كده، يتفرج على الفيلم في دماغه بممثلات كتير يشوف مين اللي هيروح لها. ففاكر ان انا اول ممثله جت في دماغي كانت هند صبري، وقابلتها كناش لسه نعرف بعض خالص، كنتش لسه حتى اخرجت اول فيلم ليا، وقلت لها في يوم من الايام هعرض عليكي فيلم اسمه اسماء. وبعد سنين قابلتها وكتبت الفيلم واديته لها، فجت قعدت معايا قالت لي انا ليه؟ قلت لها انا لما تخيلت ممثلين كتير اول ما شفت شكلك وانت واقفه قدام ناس كتير وبتهبي فيهم وبتواجهي وبتاخدي حقك، شفتك اليق حد في دماغي. ودي من المرات القليله اللي في حياه المخرج ان هو او الكاتب ان هو اول ممثل يتخيله هو او الممثل فعلا اللي يلعب الدور. وهي اول مره قرت الفيلم قالت لي الفيلم ده بتاعي 100% ويلا نعمله. خدنا رحله طويله عشان نعمله. وهند شخصيه يعني اظن حتى بقى واضح في الفتره الاخيره قد ايه هي شخصيه قويه. طبعا هي شخصيه قويه بس في نفس الوقت عندها قلب، ودي الحاجه اللي مش سهله. في ناس كتير جدا اقوياء بس ما عندهمش قلب. لا طبعا هند قويه وعندها قلب وعندها مشروع هي ماشيه وراه. طيب اسماء تحديدا من الافلام اللي عندك اللي خدت جوائز وكانت موجوده في مهرجانات، كنت سعيد لانك قدرت تعمل فيلم تحقق فيه برضو المراه وقوتها وكمان تخاطب بيه العالم في أي مهرجان، فيلم مفهوم، فيلم ليه رسالة يعني. أنا لحد النهاردة كل ما حد مثلا أمريكاني أو من أي حتة في العالم بره العالم العربي يقولي عايز أشوف لك حاجة من أعمالك، ببعت له فيلم أسماء اللي أنا عامله من 12 سنة دلوقتي. لأنه أكتر فيلم أنا شخصيا فخور بيه وأكتر فيلم عالمي في لغة عالمية جدا وأنا شفت تأثيره على الجمهور العالمي، لأن أنا بسافر مع كل أفلامي مهرجانات في العالم. أسماء هو أكتر فيلم عمل التأثير ده، يعني أنا عطف فعلا سافرت بيه 6 قارات، وفي 6 قارات كنت بشوف ردود فعل ازاي متأثرة بالفيلم. ولحد دلوقتي على فكرة أنا بحاول أعيد تجربة أسماء تاني وتفادى فيها يمكن حاجات أنا شايفها كنت ممكن أعملها أحسن فيه. ففيلم أسماء تواصل مع العالم كله وخدت عليه جوائز الحمد لله. تعيد الفكرة أو الموضوع أو القوة عند المرأة ولا حاجة تانية؟ لا أعيد فكرة اللي بيسموها أنها تبقى يونيفرسال أو مش عالمية، بمعنى أنها تنجح نجاح عالمي، بس قصدي معناها أنه أي واحد في أي حتة في العالم يقدر يتفرج يتأثر عليه بنفس ويتأثر الموضوع بنفس التأثير، اللي هو موضوع إنساني. بالزبط. موضوع إنساني يوصل للعالم كله. بالزبط. ماجد الكتواني مفيش ممثلين في مصر 3 أفلام ولا ده يعني قمة الاندماج؟ وانك زي ما شفت هند في ده فشفت طبعا ماجد الكدواني ممثل عبقري، بس انا اقصد انك شفته في الـ3 أفلام. مش لازم اشوفه بقى ماجد، انا ممكن اغير السيناريو عشان يليق على ماجد، يعني ممكن اغير الشخصيه اللي في خيالي عشان تليق على ماجد. وماجد بالمناسبه يمكن في الـ3 أفلام اقولها ازاي، مش هو الشخص الاختيار الواضح للدور اللي انا كاتبه، بس انا بشوف ازاي الدور يليق لماجد من كتر ما ماجد اضافه انا محتاجها وبتشعبط فيها. هو اثر عليك كممثل، نقدر نقول يعني هو كممثل هو اللي بيستدعيك انك تكتب له احيانا طبعاً. من قوته او من ادائه، لان هو مشهد طبعاً. من ماجد الكدواني بيعمل فيلم. طبعا انا حتى الفيلم ان شاء الله القادم انا كلمت ماجد قلت له اقراه وشوف عايز تعمل ايه، يعني من كتر يعني الشيخ جاكسون بالمناسبه الدور كان عن بطل ملاكمه وصاحب صاله العاب رياضيه ومفروض انه ضخم
فكلمت ماجد قلت له انا نفسك في حاجه في الفيلم، بقول لك تعالى نغير الدور ونعمله انت، من كتر ما هو انا عارف ان انا اتسندت على 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 موهبه هتعرف ترفع لي الفيلم وهتعرف ترفع لي جوده التمثيل عامه في الفيلم. ماجد مش بس ممثل كويس، ماجد بيخلي اللي يمثل قدامه يمثل كويس. دي حقيقه، دي حقيقه. شيخ جاكسون كان في قضيه مرفوعه عليك، صح؟ وانت عملت معاها ازاي؟ انا في الاول كنت فاكر ان الموضوع هيعدي مرور الكرام، حاجه عاديه وتعدي، متوقع ان مجرد محامي ما رفع قضيه، قلت اكيد او رفع يعني بلغ للنائب العام، ما توقعش الموضوع يعني هياخد اهتمام خالص، وفوجئت انه خد اهتمام وتم تحقيق معايا فعلا يمكن لمده 3 4 ساعات في مكتب النائب العام. و في اول التحقيق انا كنت فاكر الموضوع برضه هيمر مرور الكرام، لقيت الاسئله فعلا جديه جدا ولقيت الموضوع كبير وانا كنت مخطوط. اعتقد على مدار الاربع ساعات على اخرهم وكيل النيابه نفسه اللي كان بيحقق معايا هو تفهم جدا الموضوع مبالغ فيه وملوش معنى، وحتى لقيته في اخر مع انه كان بادئ بدايه جد جدا على اخر الاربع ساعات كان بالعكس متفهم جدا وتعامل معايا بشكل جيد جدا، لانه انا لحد دلوقتي متفاجئ من فكره ان ممكن اي حد بلا اي صفه يروح يرفع قضيه بهذا الحجم، كانت ساعتها ازدراء اديان او حاجه كده، يرفع قضيه بهذا الحجم وتتاخد بجديه من شخص ملوش صفه خالص. وللاسف ساعات كتير ده بيبقى مش عايز احكم على رغم ان كان عندك تصريح رقابه وكان في عرض بالزبط. عام وكل ده بالزبط. ولكن برضو يعني حصل ما حدش اتضايق يعني لحد دلوقتي الفيلم بيتعرض في السينمات وكل في التلفزيون والناس بتشوفه اونلاين وكل حاجه وما حدش بيتضايق خالص، ولا مؤاخذه نفس الكلام ما حدش اتضايق خالص، هو بيبقى في تخوف ما هي فكره الافكار وفكره انه في حاجات مناطق بيبقى في خوف الاقتراب منها بالزبط. انه لا هتعمل مشكله، لا بلاش، لا خليها بالزبط. مقفوله على نفسها بالزبط. زي ما بنقول يعني فربما دي كانت هي نظريه النعامه، يعني نظريه ان احنا طول ما احنا ما بنتكلمش على المشكله يبقى هي مش موجوده. فهو عمر ما في اي مجتمع تطور لقدام من غير ما يناقش بشجاعه كل شيء ويوصل في الاخر حتى على فكره لو انا قلت فكره وحشه. طيب ده لما انت بتقعد تكتب، يعني لان انت كمان بتكتب، فانت لما بتقعد تكتب وتتخيل بتكتب وانت شايف انت بتكتب لمين؟ يعني احيانا كلنا نقول انا عايز اعمل فيلم تجاري، لا انا عايز اعمل فيلم للشباب، لا عايز اعمل فيلم للاطفال، لا عايز اعمل فيلم كذا، فانت بتقعد تكتب مين اللي بيكونوا في خيالك انت شايفهم هيعجبهم ولا مين دول؟ مين النوعيات؟ انا بشكرك جدا على السؤال ده فعلا، لان دي اكبر معاناه عندي شخصيا وانا بكتب، وخصوصا لما اتكلم مع اي حد بره منطقتنا الاقي مهمته اسهل من مهمتي بكتير. هو بيكتب ببساطه لجمهور ونقاط، لممثل، لمنتج، مفهومه، بيكتب لصناعته ولجمهوره. احنا هنا مش بنكتب دايما كنا نعيب قوي على افلام العيد يقول لك بيلعبوا على العيديه، يعني اللي هو عايزين العيديه من الولد الكسيب ده بالزبط. اللي معاه شويه فلوس هيدخل يحط العيديه وخلاص، مش مهم الفيلم فيه ايه، ومش مهم اجيب الولد ده السينما. حلو، بس انا هنا بكتب، هو واضح جدا انه بيكتب لجمهور معين قصدهم. جميل، انا مش بكتب بس الجمهور، انا بكتب، انا عندي مجلس اداره في دماغي وانا بكتب كل مشهد. مجلس اداره عالم ولا ايه؟ مجلس اداره ده فيه الجمهور، فيه المنتج، فيه الممثل، فيه التكلفه، مش بس دول عادي، فيه الرقابه، فيه المؤسسات الدينيه، فيه المتطرفين الدينيين، فيه الشباب اللي على تويتر، فيه امي. وبتعرف تعدي من دول كلهم؟ ما هو تخيلي بقى انك تطلعي جمله كل دول هيوافقوا عليها، يعني قصدي لان انت ممكن تبقى الرقابه توافق زي ما حصل في الشيخ جاكسون ويطلع لك محامي يقول لك انت بتزدري اديان، او يطلع المنتج يقول لك الكلام ده ما يبيعش يا باشا. على فكره ده انا متفهمه، دي صناعه، فانا متفهم ان المنتج ده يبقى رايه، بس اللي انا مش متفهمه ان انا اعمل فيلم والاقي وانا مش متخيل خالص ولا الرقابه رافضاه، او الاقي ان في محامي بيرفع عليا اصدار اديان. بتاخد وقت قد ايه في الكتابه اللي فيها 7 8 9 10 اشخاص دول؟ عشان ابقى صريح جدا والناس مش هتصدقني، المعدل بتاعي من 5 ل10 سنين في الفيلم، بس هو طبعا انا مش بقى عشان يعدي على كل ده. طبعا انا الفيلم بيجي، يعني معظم الافلام اللي دلوقتي بكتبها مثلا وشغال عليها هي افكار كانت عندي من 10 سنين، بتقعد بقى تتخمر، اسيبها شويه وارجع لها لحد ما توصل لمرحله انها جاهزه ان انا اكتبها. يعني بره المنهج ده لسه نازل، انا الفكره دي اول مره جات لي كانت 2010، فانا بتكلم من 12 سنه، من 2010 لحد 2012 ايه اللي بيحصل؟
اكتبها مره واسيبها وبعد كده اقول لا مش هتنفع وبعدين اقول مش ملائمه وبعد كده ارجع لها تاني وهكذا. فالفيلم بياخد وقت طويل جدا عشان يوصل لمرحله انه يطلع على الشاشه. طيب انا عايزه كمان هقول لك حاجه بصراحه، ما وراء الطبيعه عمل رائع وعجب ناس كتير، بس هل ده هروب من موضوعات اجتماعيه في زمن احنا عندنا زمن صعب وعندنا موروث وحاجات طرقت علينا كتير، وخلينا من غير ما نتكسف حاجات كتير في المجتمع بأخلاقه حاجات كتير اتغيرت وكتير احنا بنتضايق منها وكتير بنواجهها، اما اروح لموضوعات زي من وراء الطبيعه انا ببعد بقى واريح دماغي لانه مش هعرف احل الخناقه المجتمعيه دي؟ لا مش كده، ولا انا عايز النوعيه الفنيه ودماغي عايزه تروح لل لا هو ببساطه هقولها لك ازاي. انا كانسان ممكن ابقى في وقت عايز اكل فيه وجبه تقيله جدا وفي وقت عايز اكل فاكهه وفي وقت عايز اكل شوكولاته، يعني في انا عندي اذواق مختلفه. انا ما وراء الطبيعه ده مشروعي من وانا طفل، لان انا اول كتاب قريته بره كتب المدرسه كان طبعا. قصص ما وراء الطبيعه وبحبه من وانا طفل، وحبيت ان طول عمري نفسي اعمل المشروع ده بالطفل اللي جواه اللي كان بيقرا ما وراء الطبيعه وهو صغير بالليل ومش عايز يطفي النور وعايز يقرا اخر يخلص الكتاب قبل ما ينام. فانا جوايا سوفت سبوت او حته جوايا نقطه ضعف كده، بحب ما وراء الطبيعه جدا. وحتى لما جيت اعملها بعد ما كبرت حاولت على قد ما اقدر ما تبقاش مجرد رعب انا او غموض او تشويق، تبقى فيها تطهير للنفس اكتر، فيها افكار فلسفيه، فيها افكار مجتمعيه شويه. هل الناس بتؤمن بالخرافه بدون فكر؟ هل الناس بس ما بدعيش ان المسلسل عميق يعني، بس قصدي ان المسلسل بيمثلني وبيمثل ذوقي من وانا طفل لحد ما كبرت. وحتى شخصيه رفعت اسماعيل نفسها بطل المسلسل لما جينا نكتب المسلسل حاولت على قد ما اقدر اتماهى معاها واحط فيها حاجات مني مش بس من بطل الروايات علشان ابقى حاسس ان انا بعمل حاجه تمثلني برضو. بس هو ما وراء الطبيعه مشروع بحبه وعايز اكد انه في مشاريع غرضها المتعه اهم صح حاجه، انت تمتع الناس بالزبط. انا للاسف وقتي انت عارف يعني خلاص قدامي 30 ثانيه، انا هستاذنهم فيهم 30 ثانيه سريعه ترد على كل حاجه سريعه. يلا رتب لي اهم ممثلينك في مشوار افلامك. اهم ممثلين اشتغلت معاهم؟ اختار لي ثلاثه بس. اهمهم هند صبري، ماجد الكدواني، احمد مالك. فيلم عايز تشيله من التاريخ؟ مش هقدر اقول اسمه. فيلم انا عملته ما بحبوش. طويل؟ طويل نجم مشهور؟ مش هقدر بقى اقول اكتر. انا عرفته. النجوم حسيت ان انت بصمتك قدمتهم بشكل جديد، مين؟ اختار اتنين. احمد داش ظهر معايا، بحب اللي احمد داش عمله معايا وبحب آسر وأروى جودة. ما اقدرش اقول ان انا اثرت في حياتهم بس اقدر اقول ان انا مبسوط قوي باللي طلع منهم واحنا شغالين مع بعض. يعني مروان حامد مخرج انا بتعلم منه. شريف عرفه برضه بتعلم منه وليه فضل كبير جدا عليا. مين الممثله اللي تشبه جيلك تشبه افلامك نجمه؟ للاسف انا منحاز لهند صبري فهو الهند صبري. مين الفنان اللي عايز تتعامل معاه ومش عارف؟ ما جاتش فرصه بس انا بحب والله فعلا معظمهم، بس يمكن كريم عبد العزيز من الناس اللي كان نفسي اشتغل معاه قوي. المنصات واتشت طموحة ونفسي نفسي نفسي تعرف تنافس عالميا كمان. المصات اللي بتاخدنا إلى ما وراء الطبيعة بتغير المجتمع وتغير حياتنا وأخلاقنا تعمل فيها إيه؟ أنا ده نقاش طويل فما ينفعش أجاوب عليه في 30 ثانية. لو ما كنتش عمرو سلامة كنت تحب تكون مين؟ كنت أحب أكون مين؟ لا ما حدش خالص، أحب أكون عمرو سلامة برضو. المخرج؟ لا بكل الكويس والوحش. عمرو سلامه الممثل كم في الميه ياخد؟ 0%. صفر؟ لا ليه، ممكن نزيد اكتر من كده. شكرا. تجربتك النهارده مع التلفزيون المصري؟ لا انا فخور ومبهور جدا بجد بدون ذره مبالغه، انا متفاجئ ومبهور جدا. مخرج عمرو سلامه كنت بره المنهج ولا مؤاخذه نورتنا في التاسعه. ميرسي جدا، شكرا. مشاهدينا يعني انتهت الحلقه، هي عمرو سلامه ما ينفعش يكون معاه حوار تقليدي، لازم يكون الحوار بهذا الشكل، يكون طايع، يكون زي النهارده، يكون لا مؤاخذه، يكون بيعمل زي ما هيعمل ما وراء الطبيعه بيمبو، صح؟ ده الجزء الجديد، يكون ما يكون. نورتنا النهارده في التاسعه، اشكركم، غدا لقاء جديد مع زميله العزيزه دينا عبد الكريم في التاسعه اليوم الجمعه، اما انا القاكم الاسبوع القادم باذن الله، تصبحوا على الف خير.